حالات كثيرة وقصص عم نشوفها أو عم نسمع عنها بالتعامل مع السوشيال ميديا، بإساءة، باستهتار، بأذى لبعض الأشخاص. حبينا اليوم نضوي على قانون الجرائم الإلكترونية وتعديلاته، خصوصا اليوم يا رشا أنه اليوم مو من حق أي شخص أنه يشهر بغيره أو يحكي أي تفاصيل شخصية. القانون موجود وعم يعاقب أي شيء ممكن يكون بنظر البعض كثير عادي. أكيد هذه دائما نحن بنقول القانون وضع لحماية المواطن، وأكيد اليوم المواطن المفروض يكون عنده ثقافة الوعي باستخدام هذا القانون. اليوم عم نحكي عن نقطة يمكن من سنوات كتير عم نضوي عليها ضمن صباحاتنا وضمن كتير برامج على مواقع كتير، إن كان تواصل اجتماعي أو شاشات. اليوم هذا خلينا نقول الابتزاز الشخصي، صحيح. الابتزاز العملي، سرقة البيانات، التشهير، هدول القصص كلها حمى القانون المواطن منها. رح نتعرف أكثر على قانون الجريمة الإلكترونية، رح نحكي أكثر عن التعديلات القانونية اللي طرأت. وضيفتنا لليوم هي المحامية رشا إبراهيم. يسعد صباحك أستاذة رشا، وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم يا رب. يسعد صباحك أستاذة، أهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية نتعرف نحن والمشاهدين شو بنقصد بالجريمة المعلوماتية بالقانون السوري. الجريمة المعلوماتية هي مو من الجرائم الجديدة، صدر قانون رقم 17 لعام 2012 عرف الجريمة المعلوماتية، لكن احنا نتيجة التطور التقني الحاصل وصار التطور التقني بشكل كتير كبير وانتشاره بسرعة كتير كبيرة، كان لابد من وجود قانون جديد كشف الثغرات بالقانون القديم، فعمل على إلغائه وعمل على تطبيق القانون الجديد. قانون جديد سلط الضوء على أشكال من الجرمية جديدة على عبر الشبكة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فنحن مع التطور، مع أي شيء نحن اي شيء بناخذه بالناحيه الايجابيه بفيدنا كناحيه ايجابيه بالحياه العمليه، وخاصه نحن وسائل التواصل الاجتماعي اكثر شيء بياثر فينا. يعني دائما نحن بنحس حالنا دائما كل شيء بنشوفه على النت بناخذ فيه اكثر من الواقع العملي. ليش عم نشوفه؟ بينتشر بسرعه قصوى. فهون قانون رقم 20 لعام 22 هو القانون الجريمه المعلوماتيه الجديد، سلط الضوء على اشكال جرميه جديده، كان وضع ضوابط للسلوك الالكتروني، وعرف الجريمه المعلوماتيه هي الجرائم التي ترتكب بوسيله الكترونيه تقع على منظومة معلوماتية بالإضافة إلى أي محتوى رقمي عبر الشبكة. طيب ذكرتي حضرتك أنه القانون الجديد كشف ثغرات بالقانون القديم وراح القانون لإلغائه وإعطاء قوانين أخرى. خلينا نحكي عن الفرق بين القانون القديم والجديد، أو شو أهم الثغرات اللي تم إلغائها؟ هلا كان عندنا ثلاث فوارق مهمه بين القانون القديم والقانون الجديد. القانون القديم بالناحيه اول شغله التعريف، القانون القديم عرف الجريمه المعلوماتيه هي الجريمه التي ترتكب بوسيله الكترونيه او منظومه معلوماتيه، بينما القانون الجديد رقم 20 لعام 22 عرفها بهي الجريمه التي ترتكب بوسيله الكترونيه او وسيله معلوماتيه تقع على منظومه معلوماتيه، اي جمع بين الوسيله الالكترونيه ونظام المعلومات. تمام. ثاني شغله بالنسبه للغرامات، الغرامات بالقانون القديم كانت كثير متدنيه، بينما زادت الغرامات بالقانون الجديد، فكانت اكثر وسيله رادعه لحتى نحن نحط حد يعني نحن مع التكنولوجيا بشكل ما تصير مسيء، لانه يعني ما يتحول الانتقاد الى سلوك جرم. فكانت الغرامات ممكن ان تصل الى 15 مليون ليره سوريه. ثالث شغله هي نسبه الجرائم، كان يعني القانون الجديد فيه 21 ماده جرميه، 12 جرم هون من اشكال الجرميه الجديده نتيجه هذا التطور الحاصل. طب خلينا نوضح ابرز الجرائم الحديثه بالقانون السوري الجديد. طبعا هي جرائم كثير كبيره، فينا ننوه على بعض النقاط. كبيره كثير لانه نحن كل ما انتشر اكثر هيك عم عملك، نحن ما كثير عندنا ثقافه من ناحيه يعني مو تعامل مع السوشيال ميديا والمواقع. تماما، في عالم بتاخذها من ما بتاخذ الايجابيات، هي بتاخذ السلبيات. فنحن لهيك بنصير امام جريمه معلوماتيه بتستخدمها لغايات يمكن ماديه، جسديه او لاي غرض. خلينا نوضح اكثر مثل شو هي الجرائم. اول شيء جريمه دخول المشروع، تمام، تجاوز الحدود المشروع. يعني كيف مثلا موظف، تمام، موظف بنك او موظف بالمصرف عندهم حساب هذا المصرف، يعني معهم باسورد تبع شغله، فهو نظام شغله له طبيعه معينه، بيدخل على معلومات معينه، تمام، في حاله تجاوز هاي المعلومات وشاف معلومات غير الشيء المخصص لشغله، هون بيكون تجاوز الحدود المشروع، هون بنكون امام جريمه معلوماتيه. تمام. او مثلا نحن بنروح على محل موبايلات بنعطيه جوالنا بدنا نعمل صيانه، نحن بنعطيه الباسورد تبع الجوال، فلما صاحب المحل بيتجاوز حدوده بجوالنا او بياخذ ملفات
بفيديوهات او بصور بندور رضانا، تمام، نحن اعطيناه الباسبور بارادتنا وبرضانا، بس مو انه ياخذ ملفات او ينقل صور، هون بشكل جرم معلوماتي. طبعا نحن دخول المشروع في عنا عقوبه غرامه ماليه من 300 ل 400 تشدد اذا كانت الجرم واقع على جهه مال جهه عامه او خاصه او مشترك. تجاوز حدود المشروع نحن كثير بنشوفه هو الهجر، دائما بنشوف حسابي تهجر راح او اي شيء بيصير انه موقع الكتروني او انشا صفحه، كثير هي عم نتعرض له بايام من العاديه. كمان كان الى عقوبه رادعه من الشهر لست شهور وغرامه ماليه من 300 ل 400. طبعا اي شيء بتتشدد عقوبته اذا حصل على جهه عامه او خاصه او مشتركه. هلا الهجر كثير عم نشوفه دائما عم ينتشر، يمكن اكثر نقطه هي يعني تماما، واثر بشكل سلبي يعني خاصه على صفحات البنات. والفكره انه دائما بينزل تعميم وبتنزل منشورات اللي بتعد عن موضوع الهكر، انه حدا بيحاكيكي من صفحه او حدا من صفحه صديقك يعني، ودائما بترجعي تقعي بنفس الفخ. يعني في ناس كثير بعد يعني خلينا نقول انتشار المعلومات لطريقه الهكر عم يوقعوا فيها للاسف يعني. فلهيك ضوى القانون الجديد لضبط سلوك الكتروني وفرض عقوبه رادعه مشان الحد من هذا الموضوع. ثاني شيء جريمه الانتهاك للخصوصيه. طبعا احنا احيانا بنكون كنا حضرانين بحفله بنتفاجئ حدا اخذ لنا صوره ونشرها زي حنال خلاص. هلا لو كانت الصوره صحيحه معاقب عليها القانون كمان، طبعا من شهر لست شهور وغرامه ممكن من 500 للمليون. كمان احيانا احنا بنشوف خبر مرض فلان، لو كان الخبر صحيح هذا في انتهاك للخصوصيه. طب اذا حدا مو كاتب اسم الشخص بس حاطط معلومات عنه، ممكن كمان كيف ممكن يثبت؟ تماما، كيف ممكن يثبت انه هذا الشيء ممكن يكون له؟ اكيد لك كل فعل اكيد لما يعني لما الشخص انا بدي اشوفه منزل بوست اكيد بيكون في له اشاره او لينك معين، بتكون عامل لك اشاره. هلا اكيد اليوم القانون ما حيعتمد على التلميح بالنهايه يعني. في خبراء فنيين مختصين لحتى لكشف الوصول دليل قانوني لحتى نحن بالادانه يعني. اكيد اي شخص ما راح ندينه من باب انه مجرد تلميح او شيء، لا بيكون بشكل صريح وواضح بشكل دقيق. هاي انتهاك الخصوصيه. عندنا نحن الذم الالكتروني، نحن كمان كثير عم نتعرض لكثير في عالم بتنشر ستوريات بتنشر عم ياخذ منحيين، منحى علني وواحد غير علني. العلني بيكون على العامه، بتشوف ستوريات فيها الفاظ غير اخلاقيه تماما تماما، يمكن على الفيسبوك على الواتساب ستوريات او منشور يعني كثير عم نشوفه. نحن مثلا بيصير موقف معين بينشروا بوست بتصير التعليقات سلبيه جدا تماما. كمان العلني كان له عقوبه، والغير العلني عن طريق الرسائل بين بعض كمان هي تعد جرم، انه كمان تجاوز حدود المعقول، مو اي تصرف يعد جرم اذا تجاوز الحدود بالكلمات، يعني مو انه اي شيء يعد جرم الكتروني. كانت عقوبه الذم الالكتروني العلني كانت اشد عقوبه. ليش؟ لانه في ضرر للجاني بنسبه اكبر من غير العلني. تمام. كمان عندنا نحن جريمه المساس بالحياء والشرف، كثير هي عم نشوفها نحن. في كثير بنات او صبايا بيكونوا بعلاقات عاطفيه مثلا، بتامل الشخص اللي عم تحكي معه فبتروح تبعث له صور حتى لو كانت برضاها، فقانون كمان شدد وكان مع بنت بهذا الموضوع. لانه أي احيانا بيكون عن طريق الانتقام، فبيصير بيبتزها بمبلغ مادي بالواجهه الجسديه، بيكون احيانا بنلاحظ انه قص جسد وحط صوره يعني انه غير مطابق للاخيار، خاصه هلا يعني على الذكاء الاصطناعي صارت قصه كثير سهله، يمكن هو ما له بحاجه غير وجه يعني. فلازم يكون عندنا قانون يردع هذا الشيء عشان ما فلازم اي صبيه ما تخاف لما بتتعرض لاي موقف من هذا الموقف، لانه دائما جريمه المعلومات تكون بسريه في حال نحن اشتغلنا بموضوع رفعنا دعوة جريمة معلوماتية. طبعا نحن هون لو كانت برضاها شدد القانون. كان في عنا غرامة مالية بتتراوح من المليون لاثنين مليون بجريمة المساس بالحياء والشرف. كمان يعني شو ما كان، صور فيديو تسجيلات صوتية احيانا بتدفع بنات للانتحار من وراء هذا الموضوع. صحيح. حتى اليوم ما يمكن لقطات الشاشه انك تعملي لقطه فاشله طبعا كمان من ضمن القانون الجديد. طيب خلينا هيك نستغل الوقت معك، وقت اي حدا فينا بيتعرض لاي نوع من الجرائم الالكترونيه
شو هي ثقافة الشكوى؟ لأي جهة نحن ممكن نروح ونقدم هي الشكوى؟ وشو هي الإجراءات القانونية؟ هل بحاجة إلى محامية؟ هل بحاجة لوقت كتير طويل؟ وخاصة بعض الحسابات تكون وهمية ومن خارج البلد. تمام. هلا أول شيء بدنا نحن نتعامل بتروي وبنكون بوعي أكبر، ما نخاف دائما. نحن الخوف عنا كتير بيكون ما بيخلينا نعرف نتصرف. أكيد نحن بحاجة مشورة محامي، المحامي هو بوجهنا كيف نتصرف، لأنه هو أعرف بالشيء يعني بوقائع الدعوة اللي بدها تصير. أول شيء تقوم عن طريق استدعاء إلى المحامي العام. طبعا إذا كان الشخص مدني المحامي العام بيوجهها للفرع الأمن الجنائي. صار عندنا قسم بالأمن الجنائي بيتواجد فيه خبراء فنيين مختصين، طبعا مختصين تم تجهيز هذا القسم للوصول إلى الشخص المرتكب هذا الجرم. تمام. فالأمن الجنائي بيقوم بالأبحاث وبالأدلة وبيبعثها على القضاء. القضاء في قضاء جزائي مختص بالجرائم المعلوماتية. تمام. حتى لو كان خارج البلد تجرى بحقه الإجراءات القانونية وكأنه داخل البلد، فنحن بيتعمم بحقه إذا عاد بحث لو دخل على الأراضي السورية هو فيتحاكم بالشيء اللي عمله. طيب خلينا نرجع نحكي عن الجرائم الإلكترونية اللي ممكن نشوفها. خلينا نقول يمكن بأوقات الأزمات بالحروب بالكوارث بتلاقي كتير صفحات وكتير أشخاص بينشروا معلومات ممكن تكون كاذبة. ممكن يكون فيها تضليل معين أو ممكن تكون بتحكي شيء معين بينشر الخوف والرعب عند الناس، يعني خصوصا أنه إحنا يعني أول شيء أول مصدر حتى نتابع منه أي خبر بنفتح فورا السوشيال ميديا. طيب القانون نعاقب على هذا الموضوع؟ يعتبر جريمة إلكترونية؟ أكيد. هلأ نحن عنا ننوه على شغلة، نحن الجريمة المعلوماتية يمكن تقع على أشخاص طبيعيين، يمكن أن تقع على الدولة والنيل من هيبتها ومكانتها، يمكن أن تقع على الرموز والمقدسات الدينية. هلأ الجريمة النيل من هيبة الدولة يمكن نيل من هيبة الدولة عاقب عليها القانون من 3 سنين ل5 سنين، وشدد الغرامة من 5 مليون ل10 مليون. أي إذا أنشأ أي موقع إلكتروني أو صفحة أو أي رابط بخص النيل من هيبة الدولة أو المساس بوحدة الوطنية، فكانت طبعا هي جرم معلوماتي، لأن هذا الشيء أكثر شيء العالم بتتأثر فيه. صحيح. فالحرب مو بس الحرب على أرض الواقع، أيضا حرب كانت نحن أحيانا نشوف صفحات كتير بتنشر أخبار بتنشر جدا بتحس العالم بتاخد فيها أكثر على فكرة من الواقع. اثنين جرم النيل من هيبة المالية للدولة كمان عاقب عليه القانون بالجريمة المعلوماتية، وكمان كانت عقوبته من 4 سنين ل15 سنة، وكمان غرامة مالية من 5 مليون ل10 مليون. أي شيء أي كل من أنشأ موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية أو صفحة هيك على الفيسبوك بتؤدي إلى عدم استقرار بسعر الصرف أو المساس بأوراق النقد الوطنية. طيب أستاذ رشا، بعد هدول القوانين وتحديث القانون عن القانون القديم وحسب عملك ضمن المحاكم، هل اليوم شفتي في فرق بي أو نزلت نسبة الشكاوي جرائم إلكترونية أو لا؟ طبعا أكيد كان القانون كان فعال، وضع ضوابط. دائما نحن عندنا القانون ما في لا سلطة على سلطة القانون، والسلطة التنفيذية استخدمت بشكل كبير وواضح، وكان لهم جهود كتير كبيرة نحن لحتى الحد من هذا الانتشار. وبعدين العالم هلا صار في عندنا ثقافة انه في عندنا قانون، اي شخص يرتكب جرم في وسيلة رادعة لحتى ما يرجع غير وغيراته هم بهذه الجرائم. تمام. استاذة رشا خلينا نكون واقعيين. اليوم يمكن كثير من الصبايا بتقول لك اذا تعرضت لابتزاز من اي شخص كان بتقول لك انا بخاف اشتكي، ممكن خوف من المجتمع او خوف من الفضيحه او من الشخص الاخر. طب كيف بيتعامل القانون مع هذا الموضوع؟ هلا خبرتك نحن عندنا دائما نحن انا عم احكي عن شيء عملي نحن عم نشوفه. نحن القضاء نزيه فعلا عم يتعامل مع الموضوع بشكل كثير يراعي فيه عن جد الموضوع البنت. فعم تكون الجلسات سرية ويمكن توكل محامي، يعني يمكن ما تحط عنوانها إذا هي خايفة من الموضوع. الأهل نحن بالنهاية مجتمع شرقي فما كتير بيتقبل تماماً. أي شيء بيصير. فلا في أنا منه ما لازم تخاف، لازم يكون في توعية، لازم تاخذ حقها، ولازم يكون في عنا توعية أكبر أنه تتوجه وتشتكي وما تخاف. في المحامي يحط عنوانه عنوان مكتب وتوصله، يعني اي تبليغ يوصل له. والقضاء عم يتعامل معه بسريه، يعني ما حدا في عم يطلع، حتى الجلسات عم تكون سريه، يعني ممتاز. بس الشخص يعني الفتاه فقط هي والشخص المتعرض اللي سبب لها الابتزاز. معلومات كثير مهمه اليوم حضرتك ذكرتيها، ان شاء الله هيك تكون بالفائده لك لحدا رافقنا بصباحنا لليوم، والله يبعد عنا هيك جرائم. شكرا لك استاذ رشا ولحضورك لليوم. استضافتكم الكريمه، يعطيكم الف عافيه. يعطيكي الف عافيه. شكرا لك. شكرا كثير. اهلا وسهلا.